السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم. اليوم سنعمل معا وحدة تركية بتصميم مميز. وقبل أن نبدأ تفضلوا بالاشتراك في القناة ولايك إذا عجبكم الفيديو، وأهم شيء تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو لإفادة الآخرين. بسم الله، نبدأ أولا بحلقة سحرية ثم نرتفع بسلسلة واحدة. والآن سنبدأ بالدور الأول. في نفس هذه الحلقة سنشتغل فيها 12 غرزة بنصف عمود بلفة. واحد واثنى عشر. والآن سنسحب هذا الخيط لنقفل الحلقة، ثم سنقفل بمزلقة في أول غرزة نصف عمود بلفة. والآن سنبدأ بالدور الثاني، نرتفع بثلاث سلاسل كعمود بلفة، ثم سنشتغل حول نفس هذه الغرزة الأولى التي ارتفعنا منها بثلاث سلاسل، سنشتغل حولها عمود بلفة أمامي. هكذا سيكون لدينا غرزة تزايد في أول غرزة. والآن مباشرة إلى الغرزة التالية سنشتغل عمود بلفة، ثم عمود بلفة أمامي حول نفس هذه الغرزة بهذا الشكل. وهكذا سنكرر عمود بلفة مباشرة في الغرزة التالية، وحول نفس هذه الغرزة سنشتغل حولها عمود بلفة أمامي. سنكرر نفس هذه الطريقة حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنقفل بمنزلقة في السلسلة الثالثة التي بدأنا منها هذا الدور، وسيكون لدينا في هذا الدور 24 غرزة. والآن سنبدأ بالدور الثالث، سنرتفع بثلاث سلاسل كعمود بلفة، ثم سنشتغل عمود بلفة في غرزة العمود الأمامي. بهذا الشكل. ثم سنعود ونشتغل عمود أمامي حول نفس العمود الأمامي. هكذا. هكذا سيصبح لدينا ثلاثة أعمدة متتالية. وهكذا سنكرر مباشرة عمود بلفة واحدة في غرزة العمود بلفة. ثم غرزة عمود بلفة هنا في غرزة العمود الأمامي. ثم عمود أمامي حول نفس العمود الأمامي. بهذا الشكل. سنكرر هكذا حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور سيكون لدينا في هذا الدور 36 غرزة. والآن سنقفل هذا الدور بهذا الشكل، منزلقة في السلسلة الثالثة. ندخل إبرة في السلسلة الثالثة، ولكن لن نقفل بهذا اللون، سنأتي بلون آخر بهذا الشكل ونقفل باللون الجديد هكذا. والآن سنبدأ بالدور الرابع، نرتفع بثلاث سلاسل وهذه تعتبر عمود بلفة. نسحب هذا الخيط بهذا الشكل، ونسحب الخيط الأول أيضا ونشدهما هكذا. والآن يوجد لدينا هنا عمودين بلفة وعمود أمامي في هذه المجموعة الأولى. هنا في العمود الأول ارتفعنا بثلاثة سلاسل كعمود بلفة، والآن سنشتغل عمود بلفة في الغرزة الثانية. لا ننسى أن ندخل الخيط الأول أو اللون الأول أسفل العمل. عمود بلفة، ثم
عمود بلفة هنا في غرزة العمود الأمامي بهذا الشكل. دائما الخيط أسفل العمل. نخرج من حلقتين وقبل أن نكمل سنترك الخيط الثاني ونعود إلى الخيط الأول أو اللون الأول ونقفل باللون الأول بهذا الشكل. ولا سنعود ونشتغل عمود أمامي حول العمود الأمامي نفسه باللون الأول هكذا. وقبل أن نقفل سنترك الخيط الأول ونعود إلى الخيط الثاني ونقفل باللون الثاني بهذا الشكل. أصبح لدينا هكذا ثلاثة أعمدة بلفة باللون الثاني وعمود أمامي باللون الأول. وبهذه الطريقة سنشتغل. دائما لا ننسى أن نشتغل فوق أو ندخل الخيط أسفل العمل. والآن إلى المجموعة التالية يوجد لدينا هنا عمودين بلفة وعمود أمامي. سنشتغل عمود بلفة في غرزتين متتاليتين الخيط أسفل العمل. واحد واثنان. والآن في غرزة العمود الأمامي سنشتغل عمود بلفة وقبل أن نقفل الغرزة سنترك الخيط الثاني ونعود إلى الخيط الأول ونقفل بالخيط الأول هكذا. والآن بنفس اللون سنشتغل عمود أمامي حول نفس العمود الأمامي وقبل أن نقفل نترك الأول ونعود إلى الخيط الثاني ونقفل باللون الثاني. وبهذه الخطوات سنكرر مباشرة إلى المجموعة التالية وبنفس الطريقة. يوجد لدينا هنا عمودين بلفة وعمود أمامي. سنشتغل عمود بلفة في غرزتين متتاليتين باللون الثاني. ودائما لا ننسى أن نضع الخيوط أسفل العمل. واحد اثنان. ثم عمود بلفة في غرزة العمود الأمامي بهذا الشكل. وقبل أن نقفل أو نكمل الغرزة سنترك الخيط الثاني ونعود إلى اللون الأول ونقفل باللون الأول. ثم سنعود ونشتغل عمود أمامي حول نفس العمود الأمامي وقبل أن نقفل نكمل الغرزة نترك الخيط الأول ونعود إلى الخيط الثاني ونقفل باللون الثاني وهكذا. سنكرر بنفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنقفل بمنزلقة في السلسلة الثالثة التي بدأنا منها الدور. وسيكون لدينا في هذا الدور 48 غرزة. والآن سنبدأ بالدور الخامس وسيكون تكرارا لخطوات الدور السابق بنفس الطريقة. نرتفع بثلاثة سلاسل كعمود بلفة ثم عمود بلفة في ثلاث غرز متتالية. دائما لا ننسى أن ندخل الخيوط أسفل العمل. واحد اثنان. والثالثة ستكون في غرزة العمود بلفة الأمامي. بهذا الشكل قبل أن نقفل الغرزة سنغير اللون ونعود إلى اللون الأول ونقفل باللون الأول بهذا الشكل. ثم سنعود ونشتغل عمود أمامي حول نفس العمود الأمامي السابق وقبل أن نقفل الغرزة سنترك الخيط الأول ونعود إلى الخيط الثاني ونقفل باللون الثاني بهذا الشكل. سنكرر مباشرة. سنشتغل عمود بلفة في أربع غرز متتالية
واحد، وهذا العمود الرابع سيكون مشغول في غرزة العمود بلف الأمام، وسنقفل الغرزة بالخيط الأول كما نفعل دائما، ثم سنعود ونشتغل عمود أمامي حول نفس العمود الأمامي. وسنقفل الغرزة باللون الثاني، ثم سنعود ونكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور. عندما نصل إلى نهاية الدور سيكون لدينا في هذا الدور 60 غرزة. والآن قبل أن نقفل الدور ندخل الإبرة هكذا، سنشتغل منزلقة في السلسلة الثالثة، ولكن لن نقفل بنفس اللون، سندخل الآن اللون الثالث بهذا الشكل ونقفل بمنزلقة هكذا. والآن سنبدأ بالدور السادس، نرتفع بثلاث سلاسل كعمود بلفة، سنعود نسحب هذا الخيط والخيط الثاني، ثم سنترك الخيط الثاني وسنعود ونشتغل مع الخيط الأول. إذن هذا الخيط سيدخل أسفل العمل، سنشتغل عمود بلفة في 4 غرز متتالية. واحد، وبعد التكرار سيكون العمود الرابع مشغول في غرزة العمود بلفة الأمامي. هنا سنقفل هذا العمود الرابع بالخيط الأول. هذا الشكل سيكون لدينا هكذا في المجموعة الواحدة 5 أعمدة بلفة. والآن في هذه الجزئية سنشتغل حول العمود الأمامي الموجود في الدور الخامس، والعمود الأمامي الموجود في الدور الرابع، والعمود الأمامي الموجود في الدور الثالث. حول جميع هذه الأعمدة الثلاثة سنشتغل عمود بلفة أمامي غير مكتمل، سيكون بهذه الطريقة. أولا سنشتغل عمود بلفة غير مكتمل في نفس الغرزة، في نفس غرزة العمود أمامي بلفة بهذا الشكل، عمود بلفة غير مكتمل، نخرج فقط من حلقتين بهذا الشكل، ثم سنعود ونشتغل عمود أمامي بلفة غير مكتمل حول نفس العمود الأمامي الموجود في الدور الخامس هكذا، نخرج فقط من حلقتين، ثم عمود أمامي بلفة غير مكتمل حول العمود الأمامي الموجود في الدور الرابع، هذا هو الدور الرابع، ندخل الإبرة بهذا الشكل، نخرج فقط من حلقتين، ثم عمود بلفة أمامي غير مكتمل وأخير حول العمود الأمامي الموجود في الدور الثالث هكذا، نخرج فقط من حلقتين بهذا الشكل. أصبح لدينا 5 حلقات على الإبرة. والآن سنرجع ونزيح هذا الخيط الأول هكذا إلى الخلف، وسنعود هكذا إلى الخيط الثالث بهذا الشكل، ثم سنسحب حلقة من جميع هذه الحلقات من على الإبرة بهذا الشكل سيكون. والآن سنعود ونكرر نفس هذه الخطوات مباشرة إلى المجموعة التالية، وسنشتغل عمود بلفة في 5 غرز متتالية، لا ننسى أن ندخل الخيط الأول أسفل العمل دائما، واحد، والعمود الخامس سيكون مشغول في غرزة العمود بلفة الأمامي بهذا الشكل، 5 أعمدة متتالية. أما العمود الخامس سنقفله باللون الأول هكذا. والآن
كما فعلنا هنا سابقا، سنشتغل حول العمود باللف الأمامي الموجود في الدور الخامس والدور الرابع والدور الثالث. في جميع هذه الأعمدة سنشتغل في حول كل عمود، عمود بلف أمامي غير مكتمل. أول سنشتغل عمود بلف أمامي غير مكتمل في نفس هذه الغرزة التي اشتغلنا فيها العمود الخامس، نخرج فقط من حلقتين هكذا، ثم عمود بلف أمامي حول العمود بلف أمامي الموجود في الدور الخامس بهذا الشكل وغير مكتمل، نخرج من حلقتين هكذا، ثم عمود بلفة أمامي غير مكتمل حول العمود الموجود في الدور الرابع، العمود بلفة الأمامي، نخرج فقط من حلقتين، ثم عمود بلفة أمامي وأخير هنا حول العمود الأمامي الموجود في الدور الثالث، نخرج فقط من حلقتين. هكذا أصبح لدينا 5 حلقات. والآن سنمسك بالخيط الأول هكذا إلى الخلف ونعود إلى الخيط الثالث، ثم سنسحب حلقة من جميع هذه الحلقات الموجودة من على الإبرة بهذا الشكل سيكون، ثم إلى المجموعة التالية وسنكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور. عندما نصل إلى نهاية الدور سنقفل بمنزلقة في السلسلة الثالثة التي بدأنا منها الدور بهذا الشكل. والآن سنقص اللون الأول والآن سنبدأ بالدور السابع، نرتفع ب3 سلاسل كعمود بلفة، ثم سنشتغل عمود بلفة في 4 غرز متتالية، ولا ننسى أن ندخل الخيط الثاني أسفل العمل. واحد، وهذا العمود الرابع، ولكن سنقفل هذا العمود بالخيط الثاني بهذا الشكل. هكذا سيكون لدينا 5 أعمدة متتالية. والآن سنكرر نفس هذه الطريقة السابقة هنا، سنشتغل حول هذا العمود الأخير الموجود في الدور السادس وحول هذا العمود الأخير الموجود في الدور الخامس بنفس هذه الطريقة. أولا سنشتغل عمود بلفة غير مكتمل في نفس الغرزة، نخرج فقط من حلقتين، ثم عمود بلفة غير مكتمل أمامي حول هذا العمود الأخير الموجود في الدور السادس، نخرج من حلقتين بهذا الشكل، ثم سنعود إلى العمود الموجود هنا في الدور الخامس ونشتغل حول هذا نفس العمود 2 مرات، عمودين بلفة غير مكتملين، نخرج من حلقتين 2 مرات، عمود بلفة غير مكتمل حول نفس هذا العمود الموجود في الدور الخامس، خمس حلقات على الإبرة، نعود ونترك هذا الخيط الثاني ونعود للخيط الثالث ونسحب حلقة من جميع هذه الغرز بهذا الشكل سيكون. والآن سنكرر نفس هذه الطريقة، سنشتغل عمود بلفة في 6 غرز متتالية حتى نصل إلى هذا العمود الموجود قبل هذه المجموعة، ولا ننسى أن ندخل الخيط أسفل العمل، هذه الغرزة الأولى واحد وهذا العمود السادس، ولكن سنقفله باللون الثاني بهذا الشكل، أصبح لدينا 6 أعمدة متتالية. والآن سنكرر نفس هذه الطريقة، سنشتغل حول هذا العمود الموجود في الدور السادس والعمود الموجود في الدور الخامس، أولا سنشتغل عمود بلفة غير مكتمل في نفس هذه الغرزة الأخيرة
هذا الشكل، ثم عمود بلفة غير مكتمل حول نفس العمود. ثم عمودين بلفة غير مكتملين حول هذا العمود الموجود في الدور الخامس مرتين. واحد، واثنان. خمس حلقات على الإبرة. نرجع بالخيط هكذا إلى الخلف ونعود للون الثالث ونسحب حلقة من جميع هذه الحلقات، ثم عمود بلفة في ست غرز متتالية، وسنكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور يتبقى لدينا هذه الغرزة، سنشتغل فيها عمود بلفة واحدة ثم سنقص هذا اللون الثاني. سنأتي بلون رابع ونقفل الدور السابع بالدور باللون الجديد. هنا ندخل الإبرة في السلسلة الثالثة ومنزلقة باللون الجديد. والآن سنشتغل فقط باللون الثالث واللون الرابع. والآن سنبدأ بالدور الثامن. نرتفع بثلاثة سلاسل كعمود بلفة. سنشتغل عمود بلفة في أربع غرز متتالية، ولا ننسى أن ندخل الخيط الثالث أسفل العمل. واحد، وعندما نصل إلى العمود الرابع سنقفل العمود الرابع بالخيط الثالث. بنفس هذه الطريقة السابقة التي فعلناها في الدور السابع سنعيد ونكرره هنا في الدور الثامن. أولا عمود بلفة في نفس هذه الغرزة، عمود بلفة غير مكتمل، ثم عمود بلفة غير مكتمل في نفس العمود أسفله، نخرج من حلقتين، ثم عمودين بلفة غير مكتمل في هذا العمود أسفل الموجود في الدور السادس، عمودين بلفة. نخرج من حلقتين مرة أخرى حول نفس العمود، عمود بلفة غير مكتمل. خمس حلقات على الإبرة. سنسحب الخيط الثالث إلى الخلف ونعود إلى الخيط الرابع ونسحب حلقة من جميع هذه الحلقات من على الإبرة بهذا الشكل. والآن بنفس هذه الطريقة سنكرر. سنشتغل عمود بلفة في سبع غرز متتالية حتى نصل إلى آخر عمود موجود قبل هذه المجموعة. أول غرزة ستكون فوق هذه المجموعة مباشرة. واحد، لا ننسى أن ندخل الخيط الثالث أسفل العمل، وهذه الغرزة السابعة سنقفلها بالخيط الثالث. والآن سنعود ونشتغل نفس هذه الطريقة. أول عمود بلفة غير مكتمل في نفس هذه الغرزة الأخيرة، ثم عمود بلفة غير مكتمل حول العمود نفسه. ثم عمود بلفة، عمودين بلفة حول العمود أسفله الموجود في الدور السادس، عمودين بلفة غير مكتملين. نخرج من حلقتين مرة أخرى حول نفس العمود. خمس
5 حلقات على الإبرة، نسحب الخيط إلى الخلف وسنسحب الخيط الرابع، وحلقة من جميع هذه الحلقات من على الإبرة. سنكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور يتبقى لدينا هنا غرزتين، في كل غرزة سنشتغل فيها عمود بلفة واحدة، واحد واثنان، ثم نقفل بمزلقة في السلسلة الثالثة، نرتفع بسلسلة، ثم سنتخلص من جميع هذه الخيوط. ولا ننسى نغير لون الخيط ونبدأ بعقدة على الإبرة بهذا الشكل، وسنبدأ بالدور التاسع مباشرة فوق هذه المجموعة. سنبدأ بمنزلقة ثم سنرتفع بأربعة سلاسل، واحد اثنان ثلاثة وأربعة، وهذه تعتبر عمود بلفتين، ثم عمود بلفتين مرة أخرى في نفس هذه الغرزة. نخرج دائما من حلقتين، ثم سنشتغل عمود بلفة ممتد في غرزتين متتاليتين. هذه الغرزة الأولى، نخرج أولا من حلقة واحدة، ثم من حلقتين، ثم من حلقتين، ثم نكرر مرة أخرى عمود بلفة ممتد في الغرزة الثانية مباشرة. نخرج أولا من حلقة، ثم من حلقتين، ثم من حلقتين، ثم عمود بلفة في غرزتين متتاليتين، عمود بلفة طبيعي. ثم نص عمود بلفة في غرزتين متتاليتين، واحد واثنان، وفي آخر غرزة سنشتغل فيها غرزة حشو بهذا الشكل. وعند هذا العمودين ستكون الزاوية الأولى في هذه الوحدة، ثم مباشرة سنشتغل غرزة حشو في 9 غرز متتالية حتى نصل إلى هذه المجموعة التالية. هنا أول غرزة، واحد وتسعة بهذا الشكل. والآن في هذه المجموعة سنشتغل بنفس هذه الطريقة من الغرزة الأصغر إلى الأكبر. نبدأ أولا بغرزة حشو، ثم نصف عمود بلفة في غرزتين متتاليتين، واحد واثنان، ثم عمود بلفة في غرزتين متتاليتين، واحد واثنان، ثم عمود بلفة ممتد في غرزتين متتاليتين. نخرج أول من حلقة، ثم من حلقتين، ثم من حلقتين بنفس الطريقة في الغرزة التالية. والآن في هذه الغرزة سنشتغل زاوية، عمودين بلفتين، دائما نخرج من حلقتين، واحد اثنان ثلاثة، بنفس الطريقة عمود بلفتين في نفس الغرزة. نرتفع بسلسلتين كفراغ للزاوية، نعود مرة أخرى إلى نفس هذه الغرزة وعمودين بلفتين. واحد واثنان، بهذا الشكل حصلنا على الزاوية الثانية. ثم سنعود ونكرر بنفس الطريقة التي بدأنا منها الدور. سنشتغل عمود بلفة ممتد في غرزتين متتاليتين، واحد واثنان، ثم عمود بلفة
طبيعي في غرزتين متتاليتين، واحد واثنان، ثم نصف عمود بلفة في غرزتين متتاليتين، واحد واثنان، ثم غرزة حشو في آخر غرزة. ثم سنشتغل غرزة حشو في 9 غرز متتالية حتى هذه المجموعة، وهنا سنكرر الزاوية بنفس هذه الطريقة السابقة. نكرر هكذا حتى نهاية هذا الدور. وبعدما نصل إلى نهاية الدور لا ننسى أن نشتغل هنا في أول غرزة بدأنا منها الدور عمودين بلفتين حتى نكمل الزاوية الأولى. واحد واثنان، نرتفع بسلسلتين كفراغ للزاوية ونقفل في السلسلة الرابعة التي بدأنا منها الدور. والآن سنبدأ بالدور العاشر والأخير. في هذا الدور بإمكاننا الاشتغال إما بغرزة حشو أو بنصف عمود بلفة أو بعمود بلفة على حسب الرغبة. هنا سأشتغل نصف عمود بلفة، سأرتفع بسلسلتين مباشرة هنا، هذه تعتبر نصف عمود بلفة، نصف عمود بلفة في الغرزة التي تليها. وهكذا سنكرر في كل غرزة سنشتغل فيها نصف عمود بلفة، سنكرر هكذا حتى نصل إلى الزاوية التالية. وصلنا هكذا إلى الزاوية، هنا سنشتغل غرزتا نصف عمود بلفة، واحد واثنان، نرتفع بسلسلتين كفراغ للزاوية، نعود مرة أخرى إلى نفس هذه الزاوية وغرزتا نصف عمود بلفة، واحد واثنان، ثم نصف عمود بلفة في جميع هذه الغرز. وسنكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور. وشكرا جزيلا لكم على المشاهدة، وإلى لقاء آخر مع أعمال جديدة ومميزة بإذن الله، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.